أول إشي قلبنا اللحمة مع شوية فلفل أسود وملح، بعدين حطينا معها شلنا اللحمة على جنب بس نشفت ميتها، حطينا البصلة مع الثوم مع قلبناهم مع الملح وفلفل أسود وشوية بابريكا، بعدين حطينا المشروم معهم وقلبناهم حتى شوية بلش يستوي معنا المشروم، برضو قمناه وحطيناه فوق اللحمة. بنفس الطنجرة حطينا مية الدجاج اللي مخلوط معها الطحين وخل التفاح والورشستاير صوص إذا في حال استعملناهم، بنحطهم كلهم يغلوا على النار حتى تتسبك شوي وتتقل معنا. برضو على جنب بدنا نخلط نص كوب من اللبن مع نص كوب من الكريمة، حركهم كويس ومنضيفهم على الصلصة، خليهم يغلوا مع بعض، منركز الملح والفلفل اللي فيهم، بعدين منضيف اللحمة والبصل والمشروم اللي حطيناهم على الجنب ومنتركهم يغلوا، منضيف المخلل إذا كنا مستعملينه، المخلل المفروم ومنتركهم ليغلوا غلوة أو غلوتين مع بعض، بعدين نسكبها منضيف لها منزينها بالبقدونس والبابريكا وصحتين. وهنا لنعمل بيف ستراجانوف إحنا بحاجة لكيلو لحمة مقطعة شرائح طويلة، حبتين بصل مقطع جوانح، 6 أسنان ثوم مهروس، و6 معالق طعام زبدة، علبتين فطر طازج أو معلب، معلقة طعام صوص بندورة، وكمان بدنا 4 أكواب مرق اللحم أو الدجاج، 5 لـ6 ملاعق من طعام من الطحين، ومعلقتين طعام ورشستر شاير صوص، وكمان بدنا 3 كوب خل تفاح، نص كوب لبن، نص كوب كريمة، خل الخيار مفروم اختياري، وفي ملح وفلفل أسود، معلقة ونص صغيرة بابريكا، بقدونس للتزيين، وهاي منقدمها مع الرز الأبيض أو المعكرونة اللي بتكون فتتشيني. هلأ بسم الله بدنا نبلش، بدنا نحط الزبدة على النار. رح نحط زبدة كمية منيحة. كل مرحلة رح نضيف كمان شوية زبدة لأنه هي الأكلة شوية دسمة. هي أكلة روسية طبعاً من اسمها. ويعني عندهم برد وعشي فبستعملوا بحبوا يحطوا فيها الدهن كبير، يعني كمية منيحة، كمية كبيرة من الدهن. أوكي هلأ ندوب الزبدة، بدنا نقلي عطول فيها اللحمة. اللحمة عندي إياها مقطعة للبيف ستراجانوف، بقطعنا إياها اللحام أو إحنا منقطعها بهاي الطريقة ومننزلها على الزبدة. ما بتحطي زيت مع الزبدة؟ بس زبدة؟ لا هالمرة ما رح أحط عطول، رح أنزل اللحمة عليها قبل ما تنحرق. ورح تاخذ من حرارة يعني الزبدة اللحمة مع بعض. علي لك النار نقطة ضايل وحدة، تحبي نرفع عشان اللحمة؟ يا ريت. مننزل اللحمة. هلا اللحمة ممكن تكون عبارة فيليه، ممكن تكون عجل. انت شو عملتي؟ انا هاي روز بيف اللي هي عجل. العجل رضيع. اوكي هلا بدنا نتبل اللحمة، رشة ملح بسيطة. اوكي وبدنا نحط فلفل اسود، رح اتبلها مع شوية بابريكا كمان. بالوصفة برضو في بابريكا؟ في بابريكا اكيد، لانه في اشياء مرات الشيف بيضيفها، يعني بكون خلص بدي انا اعمل طريقتي. وفي اشياء لا اساسيه بالوصفه ما بصير تتغير. هلا شوفي الشيف بيقدر يحط يعني هو اللي بحق يخلط طعمات، يعمل قد ما بقد يعني قد ما بده. بس في عنا اشياء مرات في الاكل اشياء قواعد اساسيه باكلات معينه اللي هي الاكلات الشعبيه. صح. المرقه او الصلصه اللي نحطها مع الاكله. اوكي عندي اول شيء هاي المرقه، شو مرقه دجاج؟ هاي مرقه دجاج. اوكي ممكن نحطها مرقه دجاج عاديه اللي بنسلق الدجاج وبتطلع منها المرقه، او ممكن نحطها بودره مرقه الدجاج مع مي. بصير. اوكي بنضيف لمرق الدجاج نحط له الطحين. اوكي ونحرك، انا لاني عامله المرقه سخنه عشان ما تاخذنيش وقت على النار، فرح يكبتن معي الطحين اكيد. مش مشكلة بنصفيه، بس هيني شوي شوي بنحطه. هي بالعادة لازم المرقة تكون باردة. يعني مش باردة باردة كمان، يعني فاترة مش. اوكي. طب سؤال، نقدر ندوب الطحين مع شوية مي باردة ونحطه؟ نقدر بس برضه رح يعجن. برضه رح يعجن صح. يعني الطحين مش زي النشا. الطحين مش نشا مزبوط. ما رح يضل بقوامه السائل. هيك لما نحطه شوي شوي. أنا عشان بدي المي تكون ساخنة عشان ما تطول معنا على النار الأكل، عرفتي؟ 100%. هلا زي ما هيك أضفنا الطحين، لما ضفناه شوي شوي يعني نوعا ما ما كلكع معنا، ما كبتل. رح أضيف لهاي الخلطة الخل.
اوكي هيك بنجهزها. هلا بنستعمل شوية من الورشستشاير صوص. ما بنكتر؟ لا يعني تقريبا معلقة طعام إذا بدنا أكثر، يعني هو لأنه أنا اليوم مستعملة المخلل ومستعملة أشياء برضه معطية الحدائق الحدائق المزية مزية. هلا لتنشف ميتها اللحمة معنا بدنا نقيمها من على النار. اوكي شايفة كيف؟ يعني هو يفضل طبعا المي تنشف تماما. احنا إذا مستعجلين رح نشيل اللحمة ونحطها على جنب. ممتاز. اوكي يلا هاي اكله سهله، الاولاد اكيد الصغار رح يحبوها والكبار بحبوها. هلا رح اضيف البصل، بدي احط شويه زبده زياده. يا سلام. اوكي احط شويه يعني هيك حوالي معلقه صغيره. وراح اضيف هلا روان البصل. راح اضيف كمان معاه الثوم، بس شوي نشوح البصل قبل ما نضيف الثوم مع الاشياء الزاكية مع اللي طلعت من اللحمة مع البهارات. راح احط رشة ملح. ممتاز ممتاز يا رورو ممتاز. شايفة هلا بننزل الثوم شوية دبل معنا البصل، رح ننزل الثوم، فيها كمية ثوم منيحة، وأنا بحب هاي الأكلات اللي فيها ثوم لأنها يعني فرصة إنها ما يبين معنا طعم الثوم وبناخذ فائدته. طبعا. رح أحط هلا ممكن بهاي المرحلة إذا بنستعمل رب البندورة ممكن نحط رب البندورة نحمصه شوي مع الثوم والبصل. طبعا بصير. في ناس ما بيستعملوه وفي ناس بحطوه مع المرقة. مع مرقة الدجاج. اوكي. بس أنا حابة أحمصه شوي. تمام. هيك. شايفة هي كل مرحلة لما الواحد بيدلع المكونات بيطلع الأكلة أسكى. تعطيكي نتيجة، دلع الأكلة بتدلع. أيوة هلا هون خلاصة البصل مع الثوم مع رب البندورة. بقية اللحمة اللي ضلت منها بالزبط. هذا كله يعني بعطي نكهة خرافية للأكل. اوكي هلا بنحط المشروم. هلا رح أنزل الفطر. ضلت هالفترتين. يلا. الفطر دائما بحب الفلفل الأسود. نحط شوية. بصير على ما يتقلى الفطر، بصير كملي. لا حطي ايش بدك تحطي هذا؟ رشة بابريكا. يلا، إذا خلص لعند هون قلبي الفطر وخليه ملح والملح. يلا. ونقلب. هلا استوى معنا المشروم، ما بدنا كثير 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 يعني يدبل معنا، نخليه شوي ماسك حاله. انا عم بلاحظ شغله، انت عم بتطلعي المقادير فوق بعض لجنب. فوق بعض. رح احط هلا المشروم والبصل كله فوق بعض مع اللحمه. فوق اللحمه مع اللحمه. هلا عبين ما نكمل الطبخه يكونوا هدول كمان تنكهوا بعض وظلهم سخنين شوي يعني. يا سلام يا روان. وبنوسخش كثير. يا سلامين يا روان. كله بطنجره واحده. المي والطحين. ايوه ما كبتل ما شاء الله. ماء الدجاج. نعم ماء الدجاج. سلامتك كريستين. اوكي رح اضيفها على الطنجره كله بطنجره واحده. تمام التمام. ما رح نوسخ. شايفة؟ ممتاز ممتاز. وهاي هلأ المرأة نغليها ورح تشد معنا وتسمك. طبعاً أنا أوكي. يعني لو تشموا الروايح محل ما أنا واقفة، البصل المشروم الجاج سوري اللحمة البهارات والبصل والثوم بيعطي كلها روايح ريحة في المطبخ. روان جد روايح بتشهي. هلأ روان. شوفي عبين ما تغلي معنا شوي هاي عطول رح أحط في عندي نص كوب لبن. أيوة في لبن صحيح. اللبن رح يعطيها مزية كمان أو حموضة أو لبن عادي ولا لبن زبادي؟ لبن عادي. لأني شايفة شوي هلا بتحبيها حامضة شوي بتحطيها لبن عادي. حابينها شوي على كريمة أكتر طعمها حلو يعني حلو أكتر زبادي بدنا نحط الزبادي. وفوقها الكريمة. فوقها نص كوب من كريمة الطبخ. تمام. يعني عندك نص كوب لبن مع نص كوب كريمة طبخ. رح نحركهم مع بعض. شو هالترتيب بالخطوات والترتيب بالمقادير يعني يوم رورو نجتهد نجتهد يا رورو. لا برافو. اوكي فبنخلطهم منيح بهاي الطريقه. اوكي اوكي
بنتركهم عبين ما تغلي معنا. هيها بلشت تغلي، شايفة الصوص؟ في اذا بدك شيء للطناجن المدهونة، وسك خصوصي اذا بدك لما تنزلي، صح بدك تضل سوري لا راح احطها عادي تمام. خلص فكر عشان الطنجرة ما يطلع صوت. لا منيح، بس منيح اللي عرفت انه موجودة هاي. لا موجودة ممتازة، عشان كمان عشان ما نخرب الطنجرة. طيب راح اطولها عشانك يا روان. لا انا والله عشانك، والله عشان اساعدك. لا بدوها هيها، شايفة احلاها؟ والله حلوة كثير. هيها شايفة؟ جنن. وهاي بتساعدك تضلي ما يكعب الاشي. هيا بلش يخمل معنا هلا. حلو. وقفنا اخر قبل الفاصل لما حطينا المرقه الدجاج وخليناها حطينا فوقها اللبن مع الكريمه. أيوة. لبن مع كريمه وخليناها. هلا في هاي المرحله بندوقها، بنشوف كيف الفلفل. أيوة. كيف الملح الوضع. يعني بنركزها بعد ما تغلي عنا هاي المرقه. شوفي كيف تطلع عنا روان، هيك سميكه شوي. هي هيك لازم. ايوه شايفه. أوكي. مع انه ما فيهاش كثير كريمه. هلا بهاي المرحله بنحط، بهاي المرحله رح نرجع اللحمه والبصل والمشروم. كلهم ننزلهم، وبدنا نحط طبعا بقيه الاشياء اللي ما حطيناها، صح؟ هلا بدنا نضيف، يعني ضل شويه شغلات هلا بدنا نحطهم. اوكي. ريحتها بتجهز تاكيه، شايفه؟ هلا بس تتسبك كلها مع بعض، ويعني تتجانس المواد كلها. شايفه احلاها كيف طالعه هيك. هلا بدي اضيف لها المخلل. المخلل في ناس بتضيفه في ناس ما بتضيفه، حتى في ناس عشان زياده المزيه بحطوا ميه المخلل شويه، بحطوا يعني حوالي معلقتين ثلاثه ميه مخلل معه. وفي ناس بيستعملوا ماسترد برضه، يعني في طرق بيحطوا ماسترد. في ناس ماسترد بس انا ما يعني بشجع ماسترد فيها. لانه بس ديري بالك في مخلل كبيرة. انا جبت المخلل عشان بس اورجيكم، يعني هي حوالي حبتين ثلاثة من المخلل هذه الصغيرة. فرمناهم هيك فرم ناعم كتير. اوكي رح اضيف اقيمهم هدول، حطهم على الجنب. رح نضيف المخلل. اوكي كمان هاي اللي ما بحب المخلل ممكن ما يضيفه. طبعا. وخلص هيك وصفتنا جاهزة. هيك خلص تغلي غلوة واحدة ما شاء الله. وطبعا زي ما حكت روان تقدروا تاكلوها جنبها رز، تقدروا تاكلوا جنبها معكرونة. معكرونة معكرونة فيتوتشيني بصير طبعا. ممتاز.